الحمد لله ربي يرحمها. واليوم اليوم تحسوا خير شويه الطقس باقل وماشي يتحسن ناوي على مطر جاي اي مسيش راه كل ما تصب مطر تزيد تسخن لا لا ليزي اليوم فما الحذره في اليوم فما الحذره فما الحذره في كرتاج يا ربي يتعدى سلامات تعدى الحضره سلامات ويمشيوا الناس يشتحوا ويتخمروا ويدوخوا باش يخدموا الحمايه المدنيه يعملوا جو جماعه الحمايه به دونك اليوم الحضره في كرتاج الحضره ذاك علاش بنحكيو على فضل الجزيري اللي هو المخرج تاع الحضره وصاحب الكونسيبت تاع الحضره ككل تعدى مع زميلنا شيكا بسبيس في موزايك حكيو على الحضره وكيفاش الحضره قبل وكيفاش الحضره توا وشنو يتبدل فيها وشيكر بسبيس يعني عطاه نحنا الحاجات اللي تشبه الحضره هي الزياره الحاجات اللي تشبه لها تشبه لها دونك انا شيكر بسبيس يعني سالوا نسمع فضل الجزيرة شنو يجيهم انا ما نتفرش برشا راهو ما نتفرش شنو شفت مثلا من عروض اخرى ما نشوفش ما نتفرش زياره ما شفتهاش لا ولا حتى عرض لا لا اما يحدثوني عليها والزيارة سكسي كبير معناها حاضرين الفرق هو أنه احنا قل وندر نقدموا الحضرة معليش على خاطر تستوجب مجهود أدبي وفكري وفني كبير وبالنسبة للأعمال الأخرى عامة نقولوا اللي هي اللي هي شنية من ناحية التقنية والفنية معناها متواضعة بارابور برابور الحضرة وبقية للأعمال الأخرى اللي أنت تعتبر تو قلت أنها هي استنساخ لعرض الحضرة أنا مش أنا قاعد نقول فيه قاعد نقول فيه أنت لا أنا نسأل استنساخ هذا وارد عند الأغلبية الساحقة هذا الشيء يقولوا لي وقت اللي يعرضوني يقولوا لي أنت الغابة والبقية حطابة ما هك دونك هذه كانت غابة وحطابة اي فوالا هو قال ما تفرش فيكم من العرض احكيو له عليه اي احكيو له عليه النجم اللي حكاو غالط خاطر نحنا شينا ما بين عرض الزيارة 8 سنين راه محافظ على نجاح سكسي هو قال لي قال سكسي معناها عرض الزيارة لكن ما تفرش فيه دونك كي تتفرج يمكن نوسه شوف هو الحق يقال هو سي انا باش نقول سي فضل الجزيري احتراما فاضل الجزيري ونعاود نقول عندنا قامات خط احمر عبد يتجاوز حدوده معاهم من حقه نقول سي فاضل الجزيري من حقه ينقد اي عمل خاطره خبره خاطره اسم خاطره الحضره خرج منها برشا خرج منها بوشنيق خرج منها سلاح مصباح برشا خرجوا من الحضره برشا فنانين كبار وبالبصمه نتاعهم في تونس خرجوا من الحضره هذيا انا معاه اما ما نحاولوش كيبدا عمل جديد ولا فهمت كان نحاولوا نقصوا منه تقنيا وفنيا نحن نعرفوا الزياره شنية تقنياتها وشنية هي فوق الركح شنية تدخل معاها في تهبل معاهم عرفت وريت ممتاحة ما يتيح الجمله وتويسه يحبوها معناها ويحبوا قلت لك يعني مادام 8 سنين كيفها كيف الحضره معناها حتى الحضره زاده ليه معاك انا قلت لك فضل الجزيري والحضره حاجه اني قلت لك ما سي بون يعني تحس بطاقه تعريف تونسيه يعني ما تنجمش تبدل بطاقه والله يزيدني اللون الاحمر في بطاقه تعريف وزيدني كي يعمل لي ما تجيش فما حاجات ما تتمسش الحضره هكاك اما كي يخرج كونسيبت جديد في نفس الواحد ما نحاولوش الكبارات نقولوا على الصغيرات زاده مش بوذينا مش صغير اما ما نحاولوش نقزموا فهمت شنو نقصد انت غابه والباقي حطاب حسيتها رزينه شويه اي صحيح صحيح معاك انا وسيرتو وقت اللي قال ما تفرجتش فيها وقتها ان معناها انا بيرسونيلمون معناها ومع تقديري الكبير اكيد فضل الجزيري لكن ما نجمش نحكم على حاجه انا بيرسونيلمون ما نجمش ما تفرجتش فيها حكاو لي عليها ولي نحن مزهمنا في الحديديه هذيك اختي تبدا طفله ما نبعدوش بيت خدش من طفله قاعد بايره في دارها في جرة تقلقيل وهي مسكت طفله خاطيها تندب على الصعدة مع الاسف نحن نجمع لك لميت اختي بسم الله ما شاء الله علينا التونس محمد توا تحية كبيرة ليها في الممثلة القديرة ليش قلت تحبها نحبها ومحلى وجيها ومحلى زينة وأم زميلتنا شيمة شمام تحية ليها زيدة محلاها بنتها وعلى التربية بالحق سبحان الله كيفاش اقلب اي سبحان الله شيمة شمام انا واحده من الناس يعني ما قابلتيش لكن مشهوره بالحسن الاخلاق والتربيه نتاعها بالحق شايمة. نقرا معناها ونشوف ما شاء الله عليها ماما قبلت تقول لي ديما هي الكلمه ذي موجوده ومعروفه يعني يقول لك اقلب البرمه على فمها اللي في البنيه فمها دونك شيمة بالحق يعني
أخلاق أمها جات فيها شيء ياسر متربية، ياسر تقدر الزملاء، وياسر متخلقة على الاخر. تحية كبيرة لها. تحية لها. نرجع سلوى محمد، نرجع لما سلوى محمد زادة كانت حضرة في شمسة فيم، صرحوا كي شوي يحكي وعليه على مسيرتها الفنية. مانيش مش ذي موضوعنا الكلنا، نحن نعرفوا السيرة الذاتية متاع سلوى محمد. وقالت زادة صرحت لي هي يعني داوي عند طبيب نفساني على خاطرها ماهيش قاعده تخدم، يعني ماهيش قاعده تخدم، يعني مش موجوده يعني في راهو. نقول لك حاجه، راهو يبدا ود الدومين صحيح صحيح الفن والتمثيل ولا فنان يبدا شخصين بالميكرو راهو مرض بالحق، راهو توصل نفسيته تتعب كما تلقاش فنان من قبل مثلا عنده سكسي من بعد ما تلقاهوش يغني. راهي فما فنانين تقول لك ان شاء الله نموت وانا نغني فوق الركح، ولا ممثل مسرحي نموت وانا نادي في مسرحيه نتاعي. يعني في بارتي من حيط وعلى خاطر اكيد يعني ما عادش فما فلوس راهو هنا نحطهم على جنب او سي بون، ولات حاجه من الروح عبد يعطي من روحه. هي هنا وصلت طبيب نفساني على خاطرها ماهيش قاعده موجوده في الساحه، ماهيش قدام الكاميرا، ماهيش قاعده تقابل في صحابها اللي يلزمها تقابلهم اللي هما الممثلين اللي كبرت معاهم، ففما مونك في حياتها. دونك هنا يعني سلوى محمد يعني قاعده تداوي عند الطبيب، نقولوا نحن ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله نرجع ونشوفوا الوجوه النيره والقامات اللي كيفك ان شاء الله في التلفزه التونسيه، خاطر نحن والدينا متوحشينها من الحق، نحن كبرنا عليهم. مش هذا موضوعنا، هي حكيت قال تقبل يجيو يعني شركة كبيرة من برا يختاروا الممثلين. نسمعوا كيفاش شنو يعني الصفات اللي يختاروا بهم الممثلين. جينا برشا أفلام من الخارج عنا كو برودكسيون من برا يجيو يصوروا في تونس، مالوغوزمون ما عادتش موجودة الحكاية هذه وترزينا فيها على خاطر كنا نخدموا مع أكبر شركات في العالم سينما. جات 20 سنتوري فوكس باش تصور في تونس فيلم جوستين مع نو كيمي وفيليب نواغي وروبرت فورستر، اسامي كبيره برشا في العافية عالم السينما. وكي كانوا كيف ياخذوا ممثلين ما ياخذوش كيما تويكا من الشارع ولا من القهاوي ولا لا لا، ياخذوا ممثلين من الفرق المحترفه. دونك اشاك فوا يغكروت فرقه بالفرق، سواء فرقه قفصه، فرقه الكيف، فرقه صفاقس، فرقه مدينه تونس. دونك مرزنها الكلمه مش رقا يا ميمتي الانستغرام نسيت التيك توك. يا سلوى وينك يا سلوى، هذه فلتها هذه غابت عليك. ماشي ياسر، هي المراه ياسر واقعيه. دونك مازال في مخ الشرع والقاوي، مازلت لي زابليكاسيون ما دخلش الراس. رايك كلامها؟ اي والله شو نقول لك، هو توا في في الدومين سورتو في التمثيل كيما تحكي الاعلان في الاعلام عندك ما تقول هذيك نخليو لها حصه واحده اخرى تاع الاعلام. دوكا حسب ما قالت الفنانه الكبيره سلوى محمد، اكيد نحن نعرفوا الناس الكل اللي توا برشا ديكاسين قاعدين يسيروا من الانستغرام، معناها هذايا لا يخفى على حتى حد، واللي ديجا سبب برشا مشاكل حتى بعد في يقول لك فلانه ما تعرفش تمثل ولا فلان ما يعرفش يمثل على خاطر جابوه من الانستغرام وغيره. صحيح كلامها صحيح، يتعبوا. نتذكروا شو اسمها اللي مثلت في الفوند يا ربي رخيم، ولا الى فما اسامي نورمالمون ما عنديش الحق ننساهم خاطر فنانين كبار، كيف مثلت ممات برد تقيس اسمها ديما في اسمي يعني زاد ظهري في شمسة في مشكيت يعني قلت لك تعبت يعني تعبت ما كنت ماني نعاود في السين. يعني هي بدا ما عادش عندها روح باش تعطي البلوس يعني في البريك نتاعها ولا في الكلام نتاعها، قلت لك يعني انا طاح لي لهوى ما عادش عندي نفس. دونك ان شاء الله ان شاء الله تنهض التلفزه التونسيه الحق، ما حاله يا ذنوبي سي بون مشينا فيها ثنيه وتسمت علينا. اكيد تحيه كبيره للفنانه ساميه الحايم. ساميه الحايم انا غلطه اللي قلت لك عندي ما عنديش الحق اما راني مرا كبير عندي الحق تضحك مرا كبير نعترف هكا هو باش نعطيو في الاخر نعملوا تعزيه للفنان والممثل كريم الغربي على فقدان والده. انا اليه راجعون اكيد ان شاء الله ربي يصبره هو وعائلته. امين. ديجا حكينا عليه نحن الجمعه اللي فاتت، قلنا نحن كريم مش مستانس يهبط بيبليكاسيون ويقول للعباد ادعيوا البابا بالشفاء،
نعرفوا شويه يعني. يعني قلت لك حياته الشخصيه ما يبارتاجيهاش على المواقع التواصل الاجتماعي. قلت لك انا وقتها كنت اتذكر قلت لك مادام وصل بارتاجا ستاتيو هكاكا اللي بوه تعب ياسر 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 كل شيء نلقاو الناس كل عزيته الحق الستاتيو نتاع بوه بابا الله يرحمه عامل قريب 5000 جيم العبيد تعزي فيه والبارتاج خاطر ياسر الحق محبوب برشا كريم يحبوه الناس الكل يحبوه ان شاء الله ربي يرحم بوك وان شاء الله يا ربي مثواه الجنه وانت ان شاء الله يا ربي يعطيك الصبر ويعطيك القوه وهذيك هي يعني ما الدنيا هذيك هي